وهي امجد تعافى وتخانق مع المدير ومع عزوز كرمالنا وحبسته هاي مدبره وكلها من تحت راسنا نحنا ونحنا هلا ما لازم نتركه ما عادش نتركه احكي لهم يا خال ذكرهم شو عمل العقيد مشان يبلش العصيان رح وقفوا بوش الظلم الشباب بلشوا عصيان كرمال يطلع العقيد واحد رح يذبحه بايدي والله لفرجيكم